is your time. قصة نجاح بزغت قبل نحو 10 سنوات لشاب جزائري فرض نفسه رقماً صعباً في هوليود، فاحتل مكانة في جغرافيا السينما الأمريكية. هو ابن مدينة تلمسان، عبد الرؤوف جفال، المولود في 30 من شهر مارس عام 1990 في القبة بالعاصمة، وبعد 4 سنوات انتقل إلى تلمسان للعيش فيها. درس الترجمة ونال شهادة الماستر سنة 2015 في جامعة تلمسان، إلا أنه اختار الموسيقى وبدأ رحلته معها بعد سنة من تخرجه. شغفه بالموسيقى دفعه للتواصل مع صناع السينما في الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت نقطة الانطلاقة نحو المجد. رؤوف لم يكن خريج معهد موسيقي، بل كان عصامياً وطور موهبته ذاتياً، فاستطاع أن يشارك في نحو 60 فيلماً أمريكياً. كابتن مارفل، دارك فينيكس وفينوم وغيرها الكثير من الأفلام كانت موسيقى الإعلانات الترويجية الخاصة بها من تأليف الجزائري جفال، آخرها فيلم ديون الذي يعتبر أضخم عمل سينمائي في هوليود لهذه السنة. نجاحه في السينما فتح شهيته لولوج عالم المسلسلات وألعاب الفيديو، فكان من أهم مهندسي موسيقاها الترويجية. الإعلانات الترويجية لم تروي عطشه، ليضيف إلى إنجازاته ابتكار المؤثرات الصوتية التي لم تقل إبهاراً عن أعماله السابقة. عندما يعانق الطموح الموهبة لابد أن يكون النجاح حليفاً والتميز عنواناً. للحديث أكثر عن الإبداع والمبدعين نربط الاتصال مباشرة الآن بمكالمة هاتفية مع عبد الرؤوف جفال، ونقول صباح الخير. صباح الخير، السلام عليكم. صباح الخير عبد الرؤوف، نتشرف كثيرا باستضافتك في النشرة الثقافية لقناة الجزائر الدولية. شكرا، شكرا على الدعوة والاستضافة. بداية عبد الرؤوف، حدثني عن انطلاقتك الفعلية في الموسيقى، كيف دخلت عالم الموسيقى؟ عالم الموسيقى يعني بون دخلت له كان في عمري 18 عام اون 2008، وانا يعني ماشي من اونتوراج ميوزيكال، يعني لا فامي تاعي ما كنتش كبر زعما في اونتوراج باين بلي تاع موسيقى لي زاتومون باينين هنا ولا هنا. شغل بانت لي هذاك الوقت باسكو جو سوي ان غران غيفر، نحب كيما يقولوا ايماجيني بزاف، ونحب كيما يقولوا الطموحات يكونوا كبار توجور بزاف، وديسيديت باش ندخل في الدومين تاع لا ميوزيك، وكان عندي ان بيوت هذاك الوقت باش نكون بارمي لي ميغ جيتاريست ايتو، ودخلت مع بليزيور جروب هنا في مدينه تلمسان، وكنا نلعبوا كيما يقولوا دي كوفر دي ريبريز تاع لي مورسو ان بو كونو. ابري كالكو زاني كيما هكا فوتنا ودخلنا لا فاك ايتو، كانت عندي توجور لا باسيون واحده اخرى اللي هي تاع بولا كومبوزيسيون، نحب التاليف بزاف، يعني ملي كنت صغير كنت اتيري بار لا ميوزيك تاع لي فيلم ولي سيري ولي جو فيديو، يعني دائما نحب كيما يقولوا لي في اللي ديرها الموسيقى اوديو فيزوال عليك انت كي تكون تتفرج هكا، سواء تردك حزين تردك تموتيفيك ولا هكا ولا تاع لاكسيون ولا تخوفك، وبقات ماركي فيا يعني هذيك لا باسيون، وخرجت لي في وسط الدومين تاع لا ميوزيك. وأدرابي ليزاني أنا كنت نقرأ أو ميمطون كنت ندير في الموسيقى نتاع الموسيقى وحديتو، جي ديسيدي باش ندير كارير بالموسيقى. وكيفاش دير لازم كارير؟ لازم تردها غونطابل، يعني لازم باش تعيش بها، ماشي كيما يقولوا الحب تاعها يبقى غير في دور في بلاستيك ولا عساكي هكا. وباش دير كارير في لا ميوزيك يعني سيرتو عاود في لانجيري سي ان بو كومبليكي، مي عاود أنا ديسيديت باش نرجع لا باسيون تاعي وحبي لا ميوزيك أوديو فيزيوال، وفوالا يعني تعلمتها فوالا زعما بدات بور دابور بور كيما يقولوا لي بون سون لي ساوند تراك تاع لي فيلم وكاع. ابخي جفت جي ديكوفر بلي سي ان بو كومبليكي باسكو لا بروسيدور شويه واعره كي تكون ما تكونش عايش معاهم في لي ايطازوني في لوس انجلوس وتجيب لوركاستر وتكون عندك اون غون ديكيب اي تو. ولقيت حاجه دونك جي ديكوفر الحاجه لا بلو بروش لهاد لا كاليتي سونور وهاد التورن تاع هوليوود اللي هي لا ميوزيك بور لي بون زانونس على التريلر تاعهم. سما في غيفي قلت بلي
قلت بلي فوالا اوكان الجزائري ما دارها اوكان راه ما دارها من قبل روح غادي ندخل فيها وغادي ان شاء الله كما يقولوا جو سري لو برومي تو اي تو فوالا هكا يعني دخلت في 2014 وجي لو برومي بلاسمون اون 2014 على لاج دو 24 ans دونك ب 2014 وحنا كما يقولوا الجزائري لو برومي بي لي مونسيطورات فوت في لي بون زانونس تاع هوليوود يعني مع انسان عايش توجور في الجزائر يعني جو بريسيس ماشي تما عبد الرؤوف هذا ان دل على شيء فيدل على شاب جزائري طموح أوصل كلمة الجزائريين وصوت الجزائريين إلى هوليوود والسينما في هوليوود. أولا أعطيني في ملخص في سؤال كيف وصل عبد الرؤوف إلى هوليوود وتعامل مع كبار المخرجين وكبار المنتجين كذلك ورقم 60 أكثر من 60 فيلم موسيقى فيلم ترويجي بين الألعاب ألعاب الفيديو وكل هذا ماذا يمثل لي عبد الرؤوف هذا الرقم؟ مو افو ما نروحوا للرقم صدير لابروش اللي درتها باش تكونتاكتي لي كومباني هذوما فو بيان بريسيزي باسكو اون ترافاي با افيك ديريكتومون افيك لي لي رياليزاتور تاع لي فيلم وكاع باسكو لي ايتازوني عندهم اون سيرتين هيراشي يعني ف باش كيما يقولوا لو برودوي تاعك يفوت واحد الانسان لازم يفوت على اون سيرتين شان تاع ناس مهتمين في واحد كل واحد والبوست تاعو فوي دونك الموسيقى تاع لي تريلر كيفاش دخلت لها بون افون ما كيما يقولوا كونتاكتي اون كومباني تاع لي ايتازوني كونتاكتيت هنا في الجيري سا نا با مارشي ما رجعوليش هذوك لي بو دو برودكسيون كنت حاب هنا كيما يقولوا نسيو نخرجوا من لا كاليتي اللي ان بو ميديوكر وكاع قلت باللي نسيو كيما يقولوا عفا تاع ندخلوا العالميه ايتو سا نا با مارشي وهنا وين جي ديسيدي باش نبعث لي ايميل بليزيور كومباني هاد لي كومباني سون سبيسياليزي في لا ميوزيك بور لي بون زانونس هادي تاع اون جينيرال سواء بور لي فيلم ولا لي سيري ولا لي جو فيديو وما كاين واحد نرجعوا له كاين ما نرجعوليش اللي رجعوا لي شافوا فيا بوتونسيال قال لك باللي كاين بوتونسيال اون غادي نخرجوا بليزيور البوم هذا العام هذاك العام سيتي اون 2014 قال لي بوكو با زعما تعطينا كلكو مورسو كيما هكا بوندون كام ديورون كام العام اون فيرا وين تروح الله فو دوني اون شونس وسيتي كيما قالوا تما وين توتا ديكلونشي يعني باسكو هما خدمتهم سي يعطيو لي لا ميوزيك سلون لي بريف لي وصلهم سلون باغ اكزومبل تاع كليون تقول له عندي فيلم داكسيون خصني موسيقى تاع اكسيون وما خصهم موسيقى داكسيون يجيو لعندك ليك انت دونك يرد المونسو تاعك يمدوه لي كليون تاعهم لي كليون تاعهم لي يخدموا لي تريلر و لي تي في سبوت و فوالا من تما عاود يخرجوا بليزيور سونتان دو تريلور ولا تي في سبوت باش يطلبوا لك واحد ولا زوج ولا ثلاثه في الانترنت و فوالا كتبت لي باللي 2014 تيتيليزا لو برومي مورسو تاعي و جي مون برومي بلاسمون تما وكي و لو غاف تاعي سيتي جوست دابور ان سور بلاسمون هذه العفسه اللي تضحك يعني اللي كانت اللي في الاول قبل ما نروح بزاف نبعد وكاع كان في خاطري غير ان سور بلاسمون ماركي بالتاريخ فوالا مسا عاود كي وصلت هذاك لو بلاسمون تما وين عاود نحب نفيزي انكور كيما يقولوا دوطخ غاف امبوسيبل باسكو ديجا سيتي ان غاف امبوسيبل دافوار ان سول بلاسمون وانت عايش هنا في لاجيري بمشاكل وعراقيل اكسترا اكسترا دونك تما جي ديسيدي باش نكبروا لو نومبر نقولوا فيزي انكور بلوس دو بروجي انكور كيما يقولوا توجور في لو توب ايتو والحمد لله يعني الانسان انا اجتهدت في بزاف يعني في الدومان وفيها بزاف تاع الساكريفيس وباينه يعني باسكو باش توصل دير عرسه تاع مقاييس تاع هوليود هما ما يزعقوش يعني خصهم حاجه لا كاليتي تاعهم ولا ما كانش ما نكتبت با اوتر شوز وكيما يقولوا الحمد لله بور المومون يعني انا فايتين 60 بلاسمون جينيرال ومازال ان شاء الله قدام عليه يعني غير البدايه صراحه عبد الرؤوف ليس لانك معي في مكالمه هاتفيه ولا مجامله لاني لا اجامل احدا صدقا صراحه انت من بين الشباب الجزائري الذي يمثل الشاب الجزائري الطموح والناجح في مجاله خليني نزيد نطرح لك سؤال وخليني نقول لك ما هي الاختصاص اللي تفضلوا من بين الاختصاصات اللي تقوم بها هل صناعة الموسيقى الترويجية للأفلام أو لألعاب الفيديو بين هذه الاختصاصات واش تفضل؟ شوف يعني في الأول كانت كي شغل بلون بي لا ميوزيك تاع لي تريلر بلون بي زعما باش تقرب ديما لي ساوند تراك ولا داكشي زعما تاع لي فيلم ايتو بصح اترافير لي زاني جي ديكوفر بلي وليت نحب بزاف هذاك لو جون دو ميوزيك باسكو علاش لو في اللي تشوف لا ميوزيك تاعك ليماجيناسيون تاعك لا فيزيون تاعك في لا ميوزيك انسبيري دي كرياتور تاع لي تريلر باش يكوتي ولا ميوزيك تاعك سولون لو بلوتو لو فيلم سولون لا ميوزيك تاعك Je trouve que c'est un feeling imbattable, c'est une joie immense ou c'est toujours un honneur. Tu vois, qui peut être chez moi, qui peut être inspiré, qui peut être poussé.
باش كيما يقولوا سي كيما يقولوا خدمه تاع ايكيب فاهم دونك سي ان سونتيمون لي يعجبني على شاك فوا و امباطابل وماذا بيا كيما يقولوا نخدموا توجور اون تيرم و جامي نحبسوا لو بوت واحد اخر سي توجور لي ساوند تراك باش نوصلوا ان شاء الله كي نقولوا لي ساوند تراك ماذا بيا كيما يقولوا توجور حتى تبقى في مقاييس عالميه ما خصنيش كيما يقولوا ساوند تراك تاع ليه ليه ولا هكاك ساهلين زعما نقدروا نخدموا تاع موان بيدجي ولا با بيدجي يكون طايح بزاف ولا فماذا بيا توجور ماركي والتاريخ نبقاو توجور كيما يقولوا في لو توب نطلعوا توجور لا كاليتي تاع لو برودوي الجيريان ونوصلوا هذاك الاخر لا كاليتي اللي نتفرجوا فيها كيما تاع لي فيلم انسبير منها اللي تماركينا ابري سا دوموند بوكو دو طون بوكو د انرجي بوكو كيما يقولوا ديفور مي ان شاء الله نوصلها يعني كيما وصلنا هاد لي تريلر نصلح حتى الاخرى وانا فور مو هادو ما نحبش فيهم لي دو باسكو نحبهم بزاف وما نحبش فيهم ديكو سان باسيون بزاف و فوالا كما فيهم لي دو يعني فوالا جميل جدا. الان في سؤالي الاخير حتى لا اطيل عليك عبد الرؤوف شكرا لوقتك الذي اعطيته لنا في هذه النشره الثقافيه ما هي مشاريع رؤوف المستقبليه؟ مشاريع actuellement راني قاعد نخدم في كالكو ساوند تراك واحد بوغ ان تي جو فيديو يعني كمل فيه وكاين واحد اخرين كيما يقولوا دي بروجي يقولوا مازال انا هضروا فيهم سي با فريمون كونفيرمي توجور في لي ساوند تراك ابري بور لي تريلر ما قدش فريمون نمد كيما يقولوا باسكو كاين دي دوموند يقول لك المورسو تاعك لا تي دوموندي في تال و تال بروجي راح ماشي يخرج بصح دوموند سافو با دير كونفيرماسيون وانا غادي ما نحبش فريمون نبارطاجي نحب نبارطاجي ديريكتومون كونفيرماسيون كي يكون عارف سير بلي فوالا لو بروجي صايد سينيا و يل فايت كيما يقولوا لو تريلر فايت سورتي ولا التي في سبوت افيك مان ميوزيك وكاع عاد باش نانونسي دونك بور لو مومون هادو واش راه كاين سينو حاجه اخرى يعني الانسان انا ماذا بيا توجور باش يحسب بان الانسان توجور يطور روحه توجور جامي يحبس والنيفو مازال كيما يقولوا لي فيزي فيه مازالو بعيد بزاف و فوالا فوالا انسبيراسيون تو بواحد المقوله اللي هاد اللي كيما يقولوا خلاتني توجور نحب نتعلم بزاف ونتعلم دو نوفو انسترومون ونتعلم دو نوفال تكنيك وكاع من عند واحد المقوله جات من عند واحد فيولونسيليست كوني بزاف سادير بارمي لي ميور فيولونس دو تو لي تون اسمه بابلو كاسانس كان في عمره 93 عام وكان يسونترين توجور في الفيولونسيل تاعو توجور 3 اور هكذاك بار جور سقساو قالوا له علاش راك قاعد توجور مازالك تونترين 3 اور بار جور الوغ كو فوالا يعني راك واصل في لاج سي افونسي وكاع لا ريبونس تاعو ماركاتني يعني قال لهم باسكو جو كومونس افوار زعما هذا بديت نشوف سام امبروفمنت هذا بديت نشوف يعني شويه تطور دونك يعني هنا تبين الانسان يبقى توجو يتعلم توجو يسي يطلع النيفو كون الماكسيموم بوسيبل دونك مازال وحي دونك مازال عنده صحه وفوالا ان شاء الله يعني لو ريزولتا توجور يبان مع الخدمه تاعك. شكرا لك عبد الرؤوف على هذا الحديث الشيق وعلى هذه التفاصيل التي زودتنا بها في هذه النشرة. نتركك في رعاية الله وفي فرص أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء. شكرا لكم. صح. السلام عليكم.